السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا الإخوان كما القاعدة اللي عنده الصوت يطبي سانك سانك. يلا باش نبدأ إن شاء الله. صافي اذا كاين الصوت، مرحبا بكم مره اخرى في هذه الحصه اللي غادي نديروا فيها التصحيح ديال تمرين من الامتحان الوطني اللي فيه تقريبا كاع دوك الاسئله اللي كنحتاجهم واللي بحالهم تحطوا في الوطني ديال العام اللي فات. يعني كل سؤال خصنا نتعرفوا على الطريقه ديالو، ولكن قبل الاخوان يلا كلشي بارطاجي باش الناس الاخرين يستافدوا. يلا كل واحد يبارطاجي مع 10 ديال صحابه، عندكم نصف دقيقه. يلا على بركة الله غادي نبداو. كما قلنا الاخوان كلشي بارطاجي، كلشي بارطاجي باش الناس الاخرين يستافدوا. انا ما بقى والو الوطني، ما بقى والو. غدا ولا بعد غدا غيعيطوا لك باش تدوز. غادي نحبس لي كومونتير، انتبهوا معايا. قبل ما نبدا في التصحيح ديال هاد التمرين غادي نشرحوا اول حاجه واحد الفقره اللي بقات لينا ما شرحناش في الدرس. شناهي؟ الجداء المتجه. الجداء المتجه شفنا الجداء السلمي لو برودوي سكالير، دابا غادي نشوفوا لو برودوي فيكتوريال. الجداء ركزوا معايا مزيان عافاك باش نفهموا بعدا شنو كنقصدوا بهذا الجداء المتجه. الجداء المتجه برودوي فيكتوريال. صافي، اذا هذا عنوان ونشوفوا اشنو كنقصدوا بهذا التقاشر هذا. يلا ركزوا معايا الاخوان باش نفهموا كما قلت شنو كنقصدوا به. بطبيعه الحال ملي كندوي على الفضاء كندويو على معلم متعامد ممنظم او اي جي كا، يعني تروادي، كندويو على تروادي. هذه من جهه. اذا نشوفوا معايا، غادي نرسم واحد المستوى البلون. كلكم كتعرفوا البلون، هذا مستوى ممكن ديروا على شكل متوازي اضلاع. صافي، يعني مستوى انا غادي نرسمه بهذا الشكل هذا، خليه بحال هكا. هذا البلون السميه ديالو كنرمزوا ليه بي، وكنديروا السميه بين قوسين. ولكن هذا البلون او هذا المستوى غادي نعتبره محدد بثلاثة ديال النقاط، يعني ثلاثة ديال النقاط كيكونوا ليا مستوى. إمتى؟ إلا ما كانوش مستقيمية. هادي من جهة عفاكم حيت تقدروا تحتاجوها في شي تمرين. ملي كيقول لك بين أن النقاط تكون مستوى، زعما خصك تبين أن هاد ثلاثة ديال النقاط غير مستقيمية. حيت إلا كانت غير مستقيمية شنو غيكون عندك؟ غيكونوا لك مستوى. أما إلا كانت مستقيمية لا، ما غيكونش عندنا مستوى. ها هما دوك ثلاثه نقاط مستقيمه، يعني ما عنديش مستوى. مفهوم الاخوان؟ راه البلون هو بحال قلتي سطح هذه الورقه هذه، يعني ها واحد النقطه، ها واحد النقطه، واحد النقطه. اما الا كانوا بثلاثه هم مستقيمه الصون اليني ما غيكونش عندي مستوى. هذه من جهه.
اذا كما قلت ا بي سي هذا كما قلت كيتعتبر مستوى. بالنسبه عاوتاني الجوج انواع ديال المتجهات تعرفنا عليهم سابقا وغادي نحتاجوا دابا ديك المتجهه اللي كتكون عموديه على هذا المستوى هاي صافي غادي نسميها اي. ولكن ملي كيكون هذا المستوى محدد بثلاثه ديال النقاط راه ممكن تبدل السميه من اي لواحد الكتابه اخرى. يعني ممكن نسمي هذه المتجهه غادي نسميها ا بي متجهي كنعبروا عليه بفي مقلوبه متجهي ا سي. مفهوم الاخوان؟ اذا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب على هذه السميه هذه القديمه وغادي نسمي ديك المتجهه العموديه ا بي فيكتوريال ا سي. اذا دابا الى سولوك شنو هو اولا شنو هي ا بي فيكتوريال ا سي غادي تقول ليه هي ديك المتجهه العموديه على ايش؟ على المستوى ا بي سي. هذا المستوى دابا راه كنسميوه ا بي سي حيت محدد بثلاثه ديال النقاط. صافي هادشي اللي كاين. يعني انت راه ملي كتكون عندك شي متجهه بحال هكا راه كتعرف اش من مستوى عموديه عليه. بحال مثلا نعطيك مثال عندك او دي فيكتوريال او سي. هادي شناهي؟ هي ديك المتجهه العموديه على اش من مستوى غير من خلال ثلاثه النقط راك تعرف او دي سي. صافي او دي سي او هذا كيتعتبر مستوى. يعني كلشي هنا مستوى. هذه من جهه الاخوان. اذا حنا في التمارين حيت علاش عطيتكم هذه الفكره هذه؟ حيت مثلا في التمارين ديال الوطنيات كيقول لك حسب لي لو برودوي فيكتوريال ديال هذه. يعني كتحسب هذه كتحدد ليها الاوفسول ديالها الاورتوب ديالها والانسوب ديالها وكيقول لك حدد ليا المعادله ديال هذا المستوى. انت راه ملي كتحتاج تحدد المعادله ديال المستوى كتحتاج جوج شروط. كتحتاج بعدا اول حاجه واللي هي ضروريه ديك المتجهه المنظميه زعما المتجهه العموديه على هذا المستوى اللي كتسمى بالفرنسيه فيكتور نورمال. منين غادي تجيبها وهما ما ذكروهاش في التمرين راه غادي تعرف اوتوماتيكيا انها هذه. صافي هادشي اللي كاين. يلا نمشيو دابا للطريقه كيفاش كنحدد الاوفسول ديال هذه المتجهه والارتوب ديالها والانسوب ديالها. هادشي اللي غادي نشوفو هو اللي كيتسمى الفقره ديال الجداء المتجه. يلا ركزوا معايا الاخوان. عندنا واحد جوج متجهات. غنعطيكم القاعده بصفه عامه وديك الساعات كنطبقوها في التمارين. هذه الاوفسول ديالها ا بي سي. حيت ملي كتبغي تحدد الجداء المتجه كيخصك الاحداثيات ديال كل متجهه. هذه مثلا ا بريم بي بريم سي بريم. مزيان. يلا راك دابا نحسبوا داك الجداء المتجهي. ركزوا معايا. ا بي فيكتوريال متجهي ا سي. عرفتوا شنو غادي ندير؟ شنو هو الهدف ديالي؟ راه خصني نحدد ليها لي كوردوني الاحداثيات ديالها الافصول والارتب والانسوب. هذه هي الطريقه اللي غديروها عفاكم. صافي تساوي هنا ممكن دير واحد المحدده كبيره ولكن ديرها بين مزدوجتين. لماذا؟ شوف معايا غادي ندير بحال هكا. هنا كاينه واحد المتجهه اي زعما الافاصيل جي كتعني الاراتيب ك كتعني الاناسيب. اشنو غادي ندير؟ غادي نجيب الاحداثيات ديال المتجهه الاولى ا بي غادي نرتبهم بلاصتها وديال ا سي غادي نرتبهم بلاصتها. ما تقلبهم راه ا بي متجهه ا سي لا تساوي ا سي متجهه ا بي كيكونوا متعاكسين. اذا اللي الا قال لك في التمرين حسب لي هذه وانت قلبتيهم عندك خطا. دونك شنو هما الاحداثيات ديال ا بي؟ ا بي سي وديال ا سي ا بريم بي بريم سي بريم. كما قلت لكم الاخوان غديروها بين مزدوجتين. عرفتي علاش؟ حيت ماشي قاعده في الدرس. هذه كتسمى غير واحد اللعيبه اللي كتساعدنا باش نلقاو بعض المحددات اللي هي خاصيه. صافي داكشي علاش كنديروها بين مزدوجتين. بحال مثلا في النهايات ملي كتكتب جوج على زيرو بلس كديرها بين مزدوجتين زعما ديك جوج على زيرو بلس راه ماشي كتابه رياضيه. ايوا راه نفس الشيء. يلا دابا غادي نجاوب. شوف معايا غادي ناخذ الاسود تساوي هنا خصني نخرج ثلاثه ديال المحددات. واحد المحدده ديال الافاصيل ديال الاراتيب ديال الاناسيب هاهم غادي نحطهم. ها ديال
الافاصيل جي ناقص ديال القاعده جي هنا اي هنا جي زائد ديال ك. اذا حسب القاعده الاخوان راه عندنا البرهان ديالها ديجا شرحناه حنا في الفيديو في اليوتيوب. البرهان علاش بالضبط كندير هنا ناقص وهنا زائد صافي، حيت حنا كيهمنا دابا كيفاش كنجاوبوا على التمارين. اذا هادو هما ثلاثه المحددات. كيفاش غادي نلقى المحدده الاولى؟ ياك كدوي على اي خبي السطر ديال اي، غيبقاو لك دوك الاربعه بي بي بريم سي سي بريم كترتبهم كما هما. ديال جي غادي تخبي السطر ديال جي بلاتي، حيد عليا داك السطر ديال جي، شنو غيبقى لك؟ ا بريم سي سي بريم. ديال كا غادي نخبي السطر ديال كا، داكشي علاش قلت لكم هاد المحدده اللي درت بالزرق كتساعدنا باش نلقاو هاد المحددات بدون اخطاء. زيد ا بريم بي بي بريم، حيت شحال من واحد كيبغي يدير فيها واعر ما كيديرش هاد المحدده هادي، كي ممكن تستنتجهم غير من هنا، ولكن هكا اسهل. من بعد باش ما نديروش خطا في الحساب اشنو غادي دير؟ اول حاجه غادي نحط هادو هما الاولين، حيت كاين اللي كيدير خطا في واحد الاشاره، زائد المحددات راه شفناهم وتعرفنا عليهم الاخوان من السنوات اللي قبل. كيفاش كنحسب هاد المحددات؟ ديما كتجي من اليمين لليسار، هادي في هادي نديرو الاسهم هما هاد السماده غيوريكم باش كنبداو في المحدده. اذا سي بريم في بي بريم اولا في بي، يعني بي في سي بريم مزيان. ناقص شنو؟ سي في بي بريم، قلب الترتيب ماشي مشكل، دير بي بريم في سي ماشي مشكل. زيد المحدده الاخرى سي بريم في ا اولا ا في سي بريم اللي عجبك، المهم كتبدا من هكا ديما. ناقص هادي سي في ا بريم، زيد بي بريم في ا يعني ا في بي بريم، ناقص بي في ا بريم اولا ا بريم في بي اللي عجبك. صافي الاخوان راه هاد السماده غيخليك تعقل على باش كنبداو، حيت كاينين بعض التلاميذ كيمشيو طال الوطني وداك ستريس وكذا، شنو كيدير؟ كيدير سي في بي بريم ناقص سي بريم في بي، ورا داك التقاشر كامل مشى ليه. راه الا مشات لك هذه مشات لك المعادله ديال المستوى مشى لك داك التقاشر كامل. وشنو غادي ندير الاخوان من بعد؟ كنحسب هذا غيعطيك عدد، وهذا العدد كان هو الافصول ديال هذه المتجهه، وهذا العدد هو الارتوب، وهذا العدد هو الانسوب. اذا هكا كنلقاو الاحداثيات ديال هذه المتجهه. هذه راه سميه وحده، سميه وحده. دابا الا سولتك شنو هي هذه المتجهه، غتقول لي هي المتجهه اللي عموديه علاش من مستوى المستوى ا بي سي، المتجهه العموديه على المستوى ا بي سي. والا قلت لك حدد لي الاحداثيات ديالها كيفاش غتحددهم؟ ها هي الطريقه، واحد جوج ثلاثه، ثلاثه ديال السطوره وحسن. كاين اللي ما غيديرش هادي غيديرها غير في الوسخ، ماشي مشكل غدير غير جوج السطوره. يلا اللي فهمي طبي سلك سلك، هذه هي الطريقه اللي غتستعمل في اي وطني، سير ديال العام اللي فات هاد الوطني دابا اللي غادي نخدموه كلشي كلشي. اللي فهم عفاك يطبي سلك سلك. اذا اللي بغيتكم تستافدوا من هاد الشيء اللي درت، راه ملي كيعطيك الاستاذ هاد النوع ديال المتجهات اوتوماتيكيا خصك تعرف اش من مستوى عمودي عليه. صافي يلا دابا غادي نمشيو للتمرين. غادي نحبس الكومونتير، غادي نحبس عفاك الكومونتير. شتي داكشي خفان زربان ودغيا، ها هو البرودوي فيكتوري المشى الله يرحمه. عرفتي غير هذا الشيء اللي كتبت لك دابا، وسير لاي وطني اي تمرين من الكتاب المدرسي شي سلسله كونكور نفس الطريقه باش كتحسب. بالنسبه للتمرين هو هذا، نشرته لكم في البروفيل ديال الانستغرام بالعربيه وبالفرنسيه. هذا التمرين الاولاني صراحه فيه اسئله مهمين وخص ضروري تنتبهوا معايا عفاكم في هذه الحصه. خدم هذا التمرين صافي، سير خدم زرب على دوك التمارين الاخرين. بالفرنسيه هو هذا ياك، عطاونا بعض المعطيات، دائما كيعطيك بعض المعطيات النقط، بحال مثلا هنا قال لك نعتبر النقطه A و B و C، غادي نكتبهم هنا باش يبانوا لكم نتوما. بالنسبه ل A و B و C عطاونا الاحداثيات ديالهم A B C، ها الاحداثيات ديال A، ها ديال B، ها ديال C. اوكي نشوفوا ديال A شنو فيها.
ديال اسيدي قال لك 0 ناقص 2 0 مزيان ديال بي 1 1 ناقص 4 اييه ديال سي 0 1 ناقص 4 ها هما الاحداثيات ديال كل نقطه. عطاونا عاوتاني واحد المعطى اخر سوا اس لا سفير ديكواسيون كارتيزيان. عطاونا واحد المعادله ديالاش ديال الفلكه او لا الفلكه او لا سفير او لا الكره كل واحد كيسميها اللي بغى صافي. هذا معطى نكتبها هنا لا سفير اس اكس اوسي 2 اي اوسي 2 زد اوسي 2 ناقص 2 اكس ناقص 4 اي ناقص 6 زد زائد 11 او لا ناقص 11 باش نحيدو ديك زائد. سمحوا لينا الاخوان نحيدو ديك زائد يا حلاوة ناقص 11 تساوي 0 حتى نشوفو نحيدو. صافي كلشي من المعطيات هاي. دابا نمشيو للسؤال الاول علي نتعول. شنو هو السؤال الاول؟ لا تنشوفوا السؤال الاول شنو عطاونا فيها الاخوان. هذا السؤال هذا ضروري خصك تزرب عليه راه تعطى لينا حتى في ديال العام اللي فات. شنو هو السؤال؟ قال لك بين ان اس هي الفلكه التي مركزها اوميغا وشعاعها 5 صافي. مونتري كو اس اي لا سفير دو سنتر اوميغا اي دو رايون 5. انا شنو غادي ندير؟ غادي نعتمد على هاد المعادله الديكارتيه اللي عطاوني. وشنو غادي ندير بالضبط؟ غادي نحولها لديك المعادله الديكارتيه اللي معمله راه درنا في الشرح ديال لاسفير هكا. خصني نكتبها بهاد الشكل هذا. عرفتي علاش؟ حيت ملي كنكتبوها بهاد الشكل كتساوي اغ اوسي 2 حيت ملي كنكتبوها بهاد الشكل هذا كنعرف شنو هو الافصول ديال اوميغا هو ا والارتب هو بي والانسوب هو سي وبالنسبه للشعاع حتى هو كيبان ليا. اما هكا منشوره ما نقدرش. اذا خصنا ضروري نخرجوا منها متطابقه تماما نقدوا هذه نيت غير منشوره وهذه معمله اذا خصنا نعملوها. يلا ركزوا معايا الاخوان ركزوا معايا كيفاش غادي ندير لها ونفس الطريقه ديرها في الوطني ديال 2023. لدينا اس الفلكه اس تكافي هذا ما كيكتبش نبدلوه غادي نعزل لي زيكس بوحدهم لي زيكريك بوحدهم لي زيد بوحدهم. ها هما لي زيكس بوحدهم اكس اوسي 2 ناقص 2 اكس ديال لي زيكريك حتى هما غادي نعزلهم وديال الزيد غادي نعزلهم. هادي اول خطوه كدير. انا ما غاديش ننقز شي مرحله. نتوما راه ممكن تنقزوا بعض المراحل ولكن انا لا كتساوي زيرو. من بعد هاد لي زيكس غنخرج منهم متطابقه هما والاخرين متطابقه هما وهكذا. شوف معايا اكس اوسي 2 ناقص 2 اكس اشنا هو العدد اللي غادي نزيد وغادي نقصو باش تكون عندي متطابقه هامه. القضيه اللي غادي دير راه ديجا قلتها لكم داك النهار كتاخذ العدد اللي حدا اكس حيت اصلا لي زيكس اوسي 2 و ايكغيك اوسي 2 و زيد اوسي 2 ما كيكونوش حداهم عدد كتقسم ديما على ناقص 2. هذه هي القاعده. شحال كتساوي؟ كتساوي 1. ها انت لقيتي 1 اذا غادي تزيد 1 اوسي 2 وغتنقص 1 اوسي 2. ديما هذا العدد اللي كتلقى كتزيدو اوسي 2 وتنقصو اوسي 2 واخا يكون سالب. الا كان سالب ما كتاخذش ديك الناقص حيت كتمشي ليه مع اوسي 2. هذه الاولى زيد ديال لي زيكريك. دابا لقيت لكم اسهل طريقه باش تخرج متطابقه هامه حيت كان في الاول شحال هذه التلميذ كيضرب مسكين مع اشنا هو العدد اللي غادي نزيد ونقصو باش نخرج متطابقه هامه يقدر يدير فيها خطا ولا صحيح. صافي لقيت لك الطريقه. كتقسم العدد اللي حدا ايكغيك اللي حدا ايكغيك اللي هي ناقص 4 علاش على ناقص 2 شحال كتساوي 2. يلاه زيد غتزيد 2 اوسي 2 وتنقص 2 اوسي 2 صافي. زيد ديال الزيد عاوتاني شنو هو العدد اللي غادي نزيد وغادي نقصو؟ غادي ناخذ العدد اللي حدا الزيد هو ناقص 6
قسموا على ناقص جوج شحال 3 غادي نزيد 3 اس 2 ونقص 3 اس 2 هيدا ليا من بعد غندير ناقص 11 هذاك 11 ما عندي ما ندير بها دابا غادي نشوف فينا هما المتطابقات الهامه غادي نسطر عليهم نتوما بطبيعه الحال ما غاديش تسطر عليهم ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه وحتى او بي كتلقاهم بكل سهوله حيت كيكونوا مرفوعين باس 2 زيد على بركه الله اكس هي ا ناقص بي هي واحد كل اس 2 ناقص 1 اس 2 هي واحد نيت ديال لي زيكريك عاوتاني ايكريك هي ا وجوج هي بي واش غندير ناقص ولا زائد بيناتهم ناقص الا عندك ناقص حدا ايكريك راك غدير ناقص الا عندك زائد غدير زائد هادشي ديال الدراري الصغار دوك المتطابقات الهامه ا زائد بي اس 2 ا ناقص بي اس 2 عارفين ناقص وزائد بلا ما نوريكم ما تحقرش راسك ناقص هاد جوج اس 2 هي 4 حسبها نفس الشيء بالنسبه للاخرى زيد هو ا ناقص حيت عندي هنا ناقص 3 لكل اس 2 3 اس 2 هي 9 ناقص 11 كتساوي 0 نقادو الحساب نعزل بعدا هاد الاقواس هما الاولين شحال كتساوي ناقص 1 ناقص ناقص 5 ناقص 9 ناقص 11 بلاتي نشوف ناقص 16 ناقص 9 يعني ناقص 25 وديك ناقص 25 غادي نديها لذاك الطرف ما غاديش نخليها هنا لماذا حيت عندنا في ديك المعادله اللي معمله داك العدد كيكون في ديك الجهه يعني 25 وانا الاشكال خصو يكون عندي عدد خصو يكون عندي عدد اس 2 هاد 25 راه سهله تحولها للعدد اس 2 اذا اكس ناقص 1 اس 2 زائد اي ناقص 2 لكل اس 2 زائد زد ناقص 3 اس 2 كتساوي 5 اس 2 كلكم كتعرفوا ان 25 هي 5 اس 2 ديرها في الاله الحاسبه راه غتعطيك وهكذا غادي نعرف شنو هو المركز وشنو هو الشعاع اذا غادي نقول ليه دونك اس هي لاسفير يعني فلكه التي مركزها دو سونتر اوميغا شنو هو الافصول هو هذا الارتب هو هذا الانسب هو هذا كلشي عندك تما وشعاعها ايدو غايون اغ شحال كيساوي هو داك العدد اللي مرفوع باس 2 كتساوي 5 وها حنا جاوبنا وراه بزز عليك خصك دير هادشي اللي درت باش تلقى الجواب الصحيح في اي وطن يلا اللي فهمها الاخوان يطبي سانكسك كما قلت لك كندير شويه بشويه حنا ما زربانين اللي مهم هو نفهمو ماشي نزربو المشكلة حتى صحاب السي 90 فهموا اش هاد نمشيو دابا للسؤال الموالي غادي نقطع هادي باش تبقى عندنا دائما دوك المعطيات يلا واحد دقيقة الاخوان وي راه المشكلة حتى صحاب السي 90 كيطبيو سانك سانك حيت كيتفقوا في الجروب باش يجيو يسبوا وكذا شوية كينساو كيلقاو راسهم فاهمين وكيطبيو سانك سانك واخا ما كيقروش في البكالوريا منين جبتي ديك 25 اييه نعاودوها ماشي مشكل ما كاين حتى شي مشكل ما كاين حتى شي مشكل ما عرفتش شكون اللي قال منين جبتي ديك 25 منين جبنا ديك 25 غتاخذ الاله الحاسبه ديالك دير ناقص 1
ناقص 4 هي ناقص 5، ناقص 11 هي ناقص 16، ناقص 9 هي ناقص 25، وهاد ناقص 25 الا ديتها لذاك الطرف كتولي 25، و25 هي 5 و 2، صافي. راه كما قلت حيت واحد اخر قال لي علاش ما خديتيش ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3، راه في القاعده كتكون عندك اكس ناقص ا، ايغريك ناقص بي، زد ناقص سي. اذا هاد ا وهاد بي وهاد سي هما الاحداثيات ديال المركز. كون عندي هنا زائد اشنو غادي ناخذ؟ غادي ناخذ ناقص 1. علاش؟ حيت بحال عندك ناقص مع ناقص، مفهوم الاخوان؟ وهما اصلا في الوطني قال راه هذا وطني، قال لك اصلا بين ان المركز هو 1 2 3، وراه داكشي اللي لقينا صافي. اوكي، هادو اسئله مزيانين باش الاخرين يفهموا. يلا انتبهوا معايا. هنا عندنا نفس المعطيات، النقط خليها. ايوا شنو قال لك دابا في السؤال الثاني؟ السؤال الثاني ركزوا معايا. السؤال الثاني الف، بين ان ا بمتجه ا سي كتساوي 4 جي زائد 3 ك. كلشي غينتبه معايا باش تفهموا الطريقه ديالها. صراحه هاد الجداء المتجهي راه خصكم تضبطوه مزيان صافي الاخوان. اذا شنو غادي ندير؟ نخلي هذه على جنب. اول حاجه خصك تحدد الاحداثيات ديال ا بي وديال ا سي. سي نورمال، علاش؟ حيت كندويو على المتجهه ا بي و ا سي، خصنا الاحداثيات ديالها. عاد نحسب البرودوي فيكتوريال. يلا غادي نجي لهنا غادي نحسب. لدينا هاتي ناخذ كاع شي لون اخر. لدينا المتجهه ا بي، نشوفوا شحال غتعطيك اولا شنو هما الاحداثيات. هكا اسهل، بقاو ديروا عموديانا الاخوان. شوف غادي تبدا بديال بي ناقص ديال ا. ديال بي شنو هما؟ 1 ناقص 4 هي ناقص ديال القاعده ديال ا. 0 ناقص 1 ناقص 2 مع ناقص هي زائد 2 0 عاوتاني. ومن بعد شنو كتعطيك؟ ا بي 1 ناقص 0 هي 1، الاخرى هي 3، والاخرى هي ناقص 4. شتي لقيتها بدون اخطاء. راه الا درتي خطا في هذا العجب هذا راه مشى لك كلشي. زيد ديال ا سي نفس الشيء، ها ديال ا بي بعدا ديرهم عموديا. غادي تبدا عاوتاني بديال سي ناقص ديال ا. 0 1 ناقص 4 ناقص 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 ديال ا، ناقص مع ناقص هي زائد الاخرى 0، وهكذا غادي نلقاو ديال ا سي. اذا ا سي كتحسب 0 ناقص 0 هي 0، الاخرى هي 3، الاخرى هي ناقص 4. مفهوم الاخوان؟ يلا اللي فهم بعدا هاد الجوج عافاكم ايطابي 5 5، شوفوا مزيان ندير خطا في الحساب، حيت الا درنا خطا في هاد الجوج راه ما غاديش نلقاو الجواب. واخا ضرب معاه 4 سنين ما غاديش تلقاه، مستحيل. المتجهات هما كلشي في التمرين ديال الاعداد اولا ديال الهندسه الفضائيه. صافا الاخوان مفهوم؟ 5 5 كلشي كيعطي 5 5 يعني داكشي صحيح. يلا راك دابا الحساب. ا بي متجه ا سي، غادي ندير ديك المتجه ديك المحدده كبيره، ومع ذلك غنديرها بين مزدوجتين حيت ماشي قاعده في الدرس كما كنديروا في لي ليميت. ملي كنكتبوا شي حاجه ماشي قاعده كنديروها بين مزدوجتين هكا. غادي نبدا بديال ا بي 1 3 ناقص 4، وديال ا سي غادي نرتبهم بلاصتها، كل حاجه البلاصه ديالها. عاد غادي نخرج منهم دوك المحددات الثلاثه. ها المحدده الاولى مضروبه في اي زعما الافصول، ناقص المحدده الثانيه مضروبه في جي زعما الارتوب، زائد المحدده الثالثه مضروبه في ك زعما الانسوب ديال اي. غادي نخبي السطر ديال اي. ديال جي غادي نخبي السطر ديال جي. ديال ك غادي نخبي السطر ديال ك. وهكذا لقيت المحددات. وقلت لكم دائما بداو من اليمين لليسر. هاد السهم راه غيوريك كيفاش غدير باش ما تلفش. عقل على هاد السهم فين غادي. من الاحسن نحط هادو هما الاولين باش ما نديرش شي خطا عفاكم في الحساب صافي. حتى نتوما حاولوا تبقاو تحطوا هادو هما الاولين، حيت كدير حاجه ناقص حاجه، حيت كاين اللي كيتلف هاد الاشارات. راك دابا
ناقص 4 في 3 شحال؟ هي ناقص 12. ياك ناقص 4 في 3 هي ناقص 12، ولكن مع الناقص ديال القاعده كتولي زائد 12. ناقص 4 في 1 هي ناقص 4. ناقص 4 في 0 هي 0. 3 في 1 هي 3. 3 في 0 الحمد لله هي 0. وغادي نشوف اشنو غادي يبقى ليا بالضبط. اذا غادي تبقى لك 0 في المتجهه اي، ناقص في ناقص هي زائد 4 جي، زائد 3 فك. وحنا لقينا وباقي راه انا غير تعطلت فيها حيت كنشرح. اذا في الاخير ممكن تحيد هاد الزيرو اي ماشي مشكل، تعطيك 4 جي زائد 3 ك. صافا الاخوان شحال من سطر درت؟ ها واحد ها جوج ها ثلاثة. غير انا زدت هاد الثالث هذا زعما هاد الاخير باش نلقاو داكشي اللي بغاو هما بالضبط، حيت قالوا لك باين ان هاد التقاشر كيساوي هاد التقاشر. يلا اللي فهمي طبي 5 5. مزيان هاد السؤال هذا مالو الله يرحمه بلاتي. واحد القضيه دابا الا سولك الاستاذ وقال لك شنو هما الاحداثيات ديال هذا المتجه، حيت صراحه غادي نحتاجوها، المتجهه ا بي فيكتوريال ا سي، هذه راه سميه وحده بحال قلتي المتجهه في، المتجهه اي، المتجهه خي، المتجهه شي حاجه، المهم هذه راه سميه وحده عند الاوفصول ديالها اللي هو زيرو ما كيبانش، والارتب هو 4 والانسب هو 3. احنا بعدا تعرفنا على الاحداثيات حيت يقدر غتحتاجها في السؤال الموالي. يلا حيد عليا نشوفوا السؤال الاخر. السؤال رقم او التتمة ديال السؤال نيت، راه مازال ما سالينا السؤال. شوف معايا يون دي دويغ ك هاد ليكواسيون اي ليكواسيون كارتيزيان دو بلون ا بي سي. صافي راه نفس السؤال الاخوان. اذا حنا ملي لقينا هاد العجب هذا غادي نقدر نحدد ليكواسيون كارتيزيان. ركزوا معايا غادي نشرح لكم بواحد الطريقه اللي كلشي يقدر يفهمها. عندنا هاد البلون، هاد المستوى ا بي سي، هذا مستوى كنديروه بين قوسين، حيت الا ما درتيش بين قوسين كتعتبر بحال ادويتي على المثلثات. شوف باش تحدد المعادله الديكارتيه ديال شي مستوى اللي من بيناتهم هاد المستوى اللي دويت عليه دابا، كيخصك جوج حوايج. اشنا هما هاد جوج حوايج بالضبط؟ كتخصك نقطه كتنتمي لهاد البلوم، يعني بوان ابارتيان لهاد المستوى اللي بغيتي المعادله الديكارتيه ديالو، ياك. وخاصك عاوتاني شنو؟ متجهه منضميه عليه، فيكتور نورمال، جوج حوايج. واش عندي هاد جوج حوايج؟ عندي. علاش؟ حيت ا بي فيكتوريال ا سي راه هي نيت المنظميه عليه اللي لقينا فيها 0 4 3. ها بعدا المنظميه ديك المتجهه العموديه على هذا المستوى هي، ولكن خاصني البوان. راه ملي سميتو المستوى ا بي سي يعني عندك ا كتنتمي ليه، بي كتنتمي ليه، و سي كتنتمي ليه. اختار وعزل اللي يعجبك. مثلا بغيتي تختار ا تخدم عليها ماشي مشكل، واحد اخر عجباتو بي ماشي مشكل، ايوب عجباتو سي ماشي مشكل، نفس النتيجه كل واحد يختار اللي بغى. انا عندي ثلاثه نقط ولكن كناخذوا غير واحد النقطه، حنا بغينا غير البوان كتنتمي ليه، لقينا كاع ثلاثه. يلا انتبهوا معايا الاخوان كيفاش غادي ندير باش نلقى المعادله ديال هذا البلون، وحتى الناس اللي ما فهموش الدرس حيت ديجا كنا شرحنا الدرس يفهموا من خلال هذا المثال. غتبقى في جميع التمارين، اول حاجه كترسم الشكل. صافي انا غادي نرسم الشكل ماشي في الورقه ديال التحرير، في الدماغ ديالك
او في الوسخ هو الشكل. هذا مستوى ا بي سي. المتجهه العموديه عليه، المتجهه العموديه عليه هي هذيك، هي اللي سميناها ا بي متجه ا سي، هي هذه عندنا لي كوردوني ديالها، يعني ما نخافوش عليها. والنقطه راه كتنتمي ليه، انا غادي نختار غادي نخدم على ا، اللي بغى يخدم بالنقاط الاخرين ماشي مشكل، ها هي ا صافي انا غنخدم ب ا. يلا انتبهوا معايا، دابا غادي نعتبر واحد النقطه من الفضاء، نعتبر ام، غالبا كنسميوها ام، كل واحد كيختار السميه اللي بغى، من الفضاء. علاش كنديروا لي كوردوني ديالها مجهولين؟ حيت هاد ام هذه اعتبرتيها من الفضاء، يعني مجهوله، مجهوله الاحداثيات، ما يمكنش تعرف الاحداثيات ديالها، انت غير اعتبرتيها عشوائيا. ولكن شرط اخر، غادي تعتبر ان هاد ام كتنتمي لذاك المستوى، وعاد غتعطي الاستنتاج ديالك. الا كانت ام كتنتمي لمستوى ا بي سي، اشنو غادي يكون عندي بالضبط؟ اشنو غادي نستنتج؟ لاتي، ركز معايا، ها هي ديك ام كاينه في شي بلاصه فوق هذا المستوى، مثلا كاينه في هذه البلاصه هذه، ها ولا هنا ولا هنا، ديرها في اللي يعجبك. اشنو كتلاحظ؟ كنلاحظوا ان هذه المتجهه ا ام هي والمتجهه المنظميه مالهم متعامدين، متعامدين. ايوا كتبها. اذا الاستنتاج او داك الشيء اللي كيبان لك بالعين المجرده ان هذه المتجهه عموديه مع المتجهه الاخرى، راه خصك تخيل في الفضاء، راه واخا كيبانوا لك ما متعمدينش، راه هادو متعمدين في الحقيقه. شوف معايا، شوفوا معايا الاخوان، عندي واحد المتجهه دايره بحال هكا ياك فوق هاد الورقه، راه الا كان هاد العجبه هذا عمودي على هذا المستوى، راه كنقصدوا بها عمودي على هذا المتجهه، حيت نتوما دابا من خلال هذا الشكل اللي رسمت كيبان لينا بحال ما كايناش زاويه قائمه، مادام ان هذا المتجه عمودي على المستوى، راه عمودي على جميع المتجهات اللي كاينين فوق هذا المستوى، وهاد النقط كاينين فوق ديك المستوى. اذا داكشي علاش قلت راه متعمدين، انت خصك تفهم هاد الامور. من بعد امتى كيكونوا جوج متجهات متعمدين في الرياضيات؟ امتى؟ حتى يكون الجداء السلمي ديالهم كيساوي زيرو، قاعدة في الدرس، بمعنى الجداء السلمي ديالهم مالو؟ كيساوي زيرو. شكون قالها لك؟ الدرس. يعني كتساوي زيرو اوتوماتيكيا، جوج متجهات متعمدين عرف واش الجداء السلمي ديالهم كيساوي زيرو، داكشي علاش عرفت واش الجداء السلمي غيساوي زيرو. صافي، وغادي ناخذ واحد الورقه الاخوان باش نحدد الاحداثيات ديال ا ام، حيت كتكون مجهوله انت حددهم. ا ام كتبدا عاوتاني بديال ام ناقص 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 ديال ا، فين هي النقطه ا؟ نحطوها هنا، زيرو ناقص مع ناقص زيرو، ها هما الاحداثيات ديال ا ام. ايوا شوف معايا كيفاش كنحسبوا الجداء السلمي الاخوان، كتذكير الناس اللي فهموه تبارك الله عليكم، عندي ما يتسالكم، ولكن الناس اللي ما فهموش ضروري زعما نديروا ليه تذكير. بالنسبه للجداء السلمي كدير الاوفصول في الاوفصول زائد الارتب في الارتب زائد الانسب في الانسب، صافي هادشي اللي كاين. اشنا هو الاوفصول ديال ا ام اللي نحطوه هنا؟ هو زيرو ناقص او لا اكس ناقص زيرو، غادي تضربوا في الاوفصول ديال هذه المتجهه، اه زيرو شفتيها، زائد الارتب ديال ا ام في الارتب ديال الاخرى اللي هو 4، زائد الانسب زيد ناقص زيرو، ممكن تحيد دوك زيروات ماشي مشكل، في الانسب ديال الاخرى. المهم كدير الاوفصول في الاوفصول، الارتب في الارتب، الاوفصول ديال هذه في الاوفصول ديال هذه، الارتب في الارتب، وهكذا. شنو هو الارتب كما قلنا ديال اولا الانسب ديال هذه هي 3 كتساوي زيرو. او شنو غادي ندير من بعد؟ غادي نحسب، يلا ناخذ هذا اللون اولا نديرو نفس زيرو في هذا القشر، مشى 4 في ايكغيك هي 8، 3 في الزيت 3 في زيرو مشات،
اذا فتساوي 0. وغادي نرتبهم ونشوف 4 إيغريك زائد 3 زيد زائد 8 تساوي 0. ونتأكد الإخوان واش فعلا هذا الشيء اللي عطاونا للقوه في الاخر او لا لا لا. اذا فعلا داك الشيء اللي عطاونا للقوه هو اللي لقينا صافي. اذا هذه هي الطريقه. انت دابا شنو غدير عفاك؟ غتسكريني واي تمرين فيه حدد معادله الديكارتيه ديال شي مستوى كتستعمل نفس المنطق نفس الطريقه نفس الطريقه. وراه كاينه واحد الطريقه اخرى ولكن كتبان لي هذه اسهل. يلا اللي فهمي طبي سانك سانك. واش الطريقه الثانيه صحيحه؟ وهي راه قلت لكم راه كاين جوج طرق. راه شرحتهم بجوج داك النهار في المعادله الديكارتيه ديال البلون. راه ممكن دير هذه الطريقه هذه ديال برودوي سكالير وكاينه ديك الطريقه الثانيه حتى هي راه مزيان اللي درتي راه بجوجهم صح. راه بجوجهم كاينين في الدرس غير هو الاغلبيه كيخدم زعما بالطريقه هذه في الحساب ديريكت كتلقى داك العجب بحال 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 اللي عجبك اللي عجبك ديرو. نمشيو دابا للسؤال الموالي. السؤال الموالي حتى هو راه جاوبنا عليه اولا شرحنا داك النهار. قال لك اودي احسب ليا المسافه بين اوميغا وهاد البلون ومن بعد غادي نستنتجوا ان زعما المستوى ا بي والفيل كاس كيتقاسوا طبيعي الحال يعني ما مس واحد ما مس الاخر صافي. نساو هذا الجزء غادي نحسبوا بعدا ديك القضيه. مزيان رياض ارى لي هاد العجب بلاتي باش نحسبوا المسافه. اش من سؤال بعدا هذا سؤال جوج بي باش نحسبوا المسافه بين نقطه ومستوى اشنا هما الشروط اللي غادي نحتاج بعدا. خصني بعدا نعرف اشنا هما الشروط. كنحتاج جوج حوايج. كنحتاج الاحداثيات ديال النقطه اوميغا ضروري خص يكونوا عندك راه ديجا لقيناهم اصلا عندك في التمرين. هي اوميغا كلشي عندك. وكنحتاجوا المعادله الديكارتيه ديال هذا البرون المستوى حنا لقيناه كلشي عندك يعني ممكن فعلا تحسب هذا العجب زائد 3 ك اولا زيد زائد 8 تساوي 0 فين هي. هي السؤال اللي قبل. اذا غادي نحسب المسافه بيناتهم. الطريقه ديال المسافه عافاكم كما قلت شرحنا هذاك النهار وغادي نعاودوها دابا. كندير دي اوميغا كتساوي القاعده كتقول لك غدير القيمه المطلقه ديال المعادله الديكارتيه ديال المستوى ولكن بدون تساوي 0 يعني 4 ايغريك زائد 3 زيد زائد 8 ما ديرش تساوي 0 لا خليها حتى من بعد. علاش؟ على المتجهه المنظميه. شنو هي المتجهه المنظميه ديال هذا العجب؟ هي ا بي متجهي ا سي ولكن المنظم ديالها يعني لا نورم ديالها المنظم ديال المتجهه المنظميه. مفهوم الاخوان؟ انت راه كتعرف المتجهه اللي عموديه على هذا المستوى كدير المنظم ديالها المنظم ديال المتجهه المنظميه لا نورم دو فيكتور نورمال. وبالنسبه لهاد ايغريك وزيد واكس واخا اكس هنا ما كيبانش كحاله استثنائيه شنو كنديروا فيهم؟ الاحداثيات ديال النقطه هاد النقطه هادي اوميغا ايغريك اوميغا زيد اوميغا. كما قلت لكم الاخوان ما كيبانش اكس اوميغا حيت حداه زيرو ما كيبانش. اما في شي تمارين اخرى ممكن يبان. يلا غادي نحسب على بركه الله. شنو هي ايغريك اوميغا؟ حيت كندويو غير على ايغريك اما اكس ما عندي ما ندير به ما كاينش تما. هي جوج اذا جوج في 4 هي 8 زائد 3 في 3 هي 9 زائد ديك 8 الاخرى. احنا بعدا تهنينا من داك البسط
ايوا المقام شنو غادي ندير بالنسبه للمقام سيدي؟ لا نورم كنحسبوها بهذه الطريقه، كنديروا الاوفسول الجذر مربع ديال الاوفسول اس 2 حيت الاوفسول ديالها هو 0، الارتوب اس 2 الارتوب ديالها ديجا لقيناه، والانسوب اس 2 شتيها هكا كنحسبوا لا نورم ديال اي متجهه، المنظم ديال اي متجهه. احسب ناخذ آلة حاسبة حيت انا كسول في الحساب. واخا باينة راه حنا غادي نحسبوها بالآلة الحاسبة، نديرو مثلا 16 زائد 9 هي 25، ولكن الرياضيات ما فيهاش الثقة. انت القيمة المطلقة ديالاش ديال 25، نحسبو عاوتاني هادي 8 اولا 16 زائد 9 حتى هي جذر 25. القيمة المطلقة ديال 25 راه هي نت 25. اشنو هو الدور ديال القيمة المطلقة الاخوان؟ الدور ديال القيمة المطلقة زعما الا عندك تما شي ناقص كيتحيد، حيت المسافة ما كتكونش سالبة، داكشي علاش كون عندي ناقص 25 غنحيد القيمة المطلقة مع ديك ناقص غتولي 25. جذر 25 هي 5، 25 على 5 كتساوي 5. اذا هذا هو الجواب النهائي ديال هذه المسافه. يلا اللي فهمها الاخواني طبي 5 5. نعاود نشرح لكم ديك القضيه ديال لا نورم، التي هذا كمثال درنا داك النهار، بمعنى لا نورم ديال هذه المتجهه كتساوي الجذر مربع الاوفسول اس 2 زائد الارتوب اس 2 زائد الانسوب اس 2. حنا كندويو على هذه المتجهه وعندنا الاحداثيات ديالها، داكشي علاش طبقت هذا العجب. يلا اللي فهمي طبي 5 5. السؤال اولا التتمه ديال السؤال قال لك ثم استنتج ان المستوى مماس للفركه. اشنو هو الاستنتاج الاخوان؟ غير جمله، شنو هو الاستنتاج في النظر ديالكم؟ اون ديدوي كو لو بلون ا بي سي اي تانجونت ا لا سفير اس. اشنو غديروا مثلا نتوما في الوطني باش تبينوا اولا تستنتجوا انه مماس لا سفير؟ سهله غير من خلال هذا الشيء اللي درت. شنو هي الفكره؟ توعد واخا غادي نقول لها سيدي بما ان المسافة بين نقطة اوميغا والمستوى كتساوي الشعاع، اذن المستوى ABC مماس للفلكة S اي تانجونت على سفير S. علاش الاخوان؟ علاش بلاتي نشرح لكم علاش. راه ملي كتقول عفاك المسافه بين مثلا قال لك الاستاذ حسب لي المسافه بين لا سفير، زعما واحد الكره في الفضاء هي لا سفير، واخا الرسم دابا راه رسمتها عشوائيا هي اوميغا، قال لك حسب لي المسافه بين هاد لاسفير واحد المستوى واحد البلون هكا، هاد البلون هذا شنو غدير؟ غتحسب المسافه بين المركز والمستوى. راه حنا حسبنا المسافه بين المركز والمستوى، راه بحال حسبتي المسافه بين هاد الكره والمستوى ولقيناها كتساوي الشعاع. اذا كيفاش غادي يكون الرسم؟ غادي يبان بحال الا محطوطه ديك الكره فوق داك المستوى، بحال الا حطيتي شي كره فوق سميتو فوق شي ورقه، صافي؟ يعني كيتلاقاو في واحد النقطة. إمتى؟ حيت المسافة بين المركز وهاد المستوى كتساوي نيت الشعاع، هاد الشعاع راه هو نيت المسافة دي، داكشي علاش قلنا ليهم راه كيتماسو، واحد كيمس الآخر، إيوا هادشي اللي كاين. يلا اللي فهمي طبي 5 5 باش ندوز دغيا، حيت في الدورة العادية تعطات في الدورة العادية ديال العام اللي فات، قال لك استنتج أن المستوى أ بي سي، وراه نفس الأسئلة نيت. استنتج ان المستوى ا بي سي مماس للفلكة اس، صافي 5 5 الله ما يسر. السؤال الاخر شوف معايا،
الناس اللي باقي عندهم مشكل فاش لا ريبريزونطاسيون باراميتريك دون دروات. خصنا نحددو التمثيل البارامتري ديال الديتا، خصنا نبينوه كيساوي هاد العجب. ولكن ما تنساش عطاك واحد المعطى، واحد المعطى قبل قال لك اودي راه هاد المستقيم هذا كيفاش داير، كيمر من نقطة اوميغا وعمودي الى المستوى. اذا غنعطيكم عاوتاني الطريقه اولا شنو غادي نحتاجو بالضبط باش نقدروا نحددو سميتو التمثيل البارامتري ديال شي مستقيم. الشرط بعدا، الشروط بعدا. يلا شوفوا معايا، هذا هو المستقيم الدلتا ياك، المستقيم الدلتا. بغينا التمثيل البارامتري ديالو خاصني جوج شروط، واش عندي في التمرين ولا لا، داكشي اللي غادي نشوفو دابا. الشرط الاول خاصك واحد النقطه كتنتمي ليه اولا كيمر منها، راه ملي كنقولو كيمر منها صافي راه كتنتمي ليه. ها بعدا الشرط الاول، والشرط الثاني خاصنا متجهه متوازيه معاه اولا مستقيمه كنسميوها باللغه الرياضيه متجهه ديريكتور، يعني موجهه، متجهه موجهه فيكتور ديريكتور. بعدا النقطه كيمر منها عندك، علاش؟ حيت قال لك المار باسون بار اوميغا، صافي هادي ما عندي ما نقلب عليها، كلشي كيتعطى لك. ها هي بعدا النقطة، هادي اللي مشكل، باش تلقى هادي بالضبط غادي نرسم الشكل باش تفهم. الناس اللي فهموا يسمحوا لينا واحد الدقيقة الإخوان، هو داك البرون ا بي سي ياك، قال لك راه المستوى عمودي عليه. اييه اولا داك المستقيم عمودي عليه، ها هو المستقيم الدلتا، دا هو المستقيم الدلتا عمودي على المستوى. اذا خاصني شي متجهه كتوازي لي هذا المستقيم، هي اللي كتسمى متجهه موجهه، يعني خص تكون كتوازي لي هذا المستقيم. حنا كنعرفوا ان واحد المتجهه عموديه على المستوى شناهي، هي ا بي فيكتوريال ا سي. اذا شنو كنستنتج؟ واخا الرسم راه رسمته باللي دا الاخوان ما كيبانوش متوازيين. اذا هذا المتجه عمودي على المستوى والمستقيم عمودي على المستوى كما عطاوك في المعطيات، اذا سي نورمال هذا المتجه هي الموجهه، وحنا لقينا بالدارجه وقت ما كتقلب على متجهه موجهه للمستقيم وقال لك راه عمودي على المستوى، عرف واش ديك المنظميه ديال المستوى هي نيت الموجهه له، حيت كيكونوا متوازيين. صافي هادشي اللي كاين. يعني انا دابا غادي نديرو التمثيل البارامتري، اذا عندي متجهه موجهه وهاد العجب. غادي نعتبر عاوتاني واحد النقطه من الفضاء، دائما امتى كنعتبروا نقطه من الفضاء؟ ملي كتبغي تحدد المتجهه اولا ملي كتبغي تحدد التمثيل البارامتري والمعادله ديال المستوى. نعتبر اون كونسيدير النقطة لو بوان ام دو ليسباس، وملي قلنا من الفضاء يعني مجهولة الإحداثيات، كنديرو اكس و زد و ايكغيك و زد من الفضاء. انت الشرط هو انك عاوتاني تعتبر ان هاد ام كتنتمي لمستقيم الدلتا، وعاد كتشوف شنو كتستنتج. حنا راه رسمنا الشكل، داكشي علاش كنقول لكم رسموا الشكل. يلا الاخوان، هذا المستقيم هذا كيمر من واحد النقطه اوميغا، هي هذه نقطه اوميغا، وقلنا ان هذه النقطه ام كتنتمي للدلتا، يعني كاينه فشي بلاصه فوق هذا الدلتا هذا، مثلا نديروها في هذه البلاصه مثلا، هذه هي ام. اذا شنو هو الاستنتاج ديالك؟ اوميغا كتنتمي للمستقيم وديك النقطة إما اعتبرتيها كتنتمي للمستقيم، إذا راه المتجهة أوميغا إم مالها؟ غتكون كتوازي لي المتجهة الموجهة، كيكون متوازيين، سوا درتي إم أوميغا ولا أوميغا إم، اللي يعجبك، اللي يعجبك، حيت هاد إم ما عرفناش بالضبط فين كاينة، واش كاينة في هاد البلاصة ولا هنا ولا، المهم أنت كدير المتجهات اللي يعجبك. المهم هاد المتجهة
اللي كتكونها هاد النقطه اوميغا ولا النقطه ام متوازيه مع هذه. اذا غادي تكتبها تما، انا غادي نكتبها بين قوسين باش تفهموا شنو كنقصد. اذا المتجهه اوميغا ام كتوازي ليا المتجهه الاخرى اللي هي الموجهه. سي نورمال، كلشي منطقي. صباح الاخوان، هادو متوازيين. وملي كنقول جوج متجهات متوازيين في الرياضيات كنقصدوا بهم سون كولينير، مستقيمه. وامتى غادي تكون جوج متجهات مستقيمه بالضبط؟ امتى كنقولوا على جوج متجهات مستقيمه او متوازيين؟ حتى تكون وحده، هادشي كيعني ان وحده كتساوي واحد العدد تي في ديك الاخرى. شتيها؟ بحيث تي مالو، تي عدد من اخ ثابته. اذا ديما باش نشرحها لكم مزيان الاخوان، شفنا هذاك النار، امتى كنقولوا على هاد جوج متجهات مستقيمه؟ هادشي كيعني ان وحده كتساوي عدد في الاخرى، سواء تي ولا كان اللي يعجبك. المهم هاد العدد كينتمي لان. هادي دابا اللي خدمت، صافي. يلا ناخذ عاوتاني واحد الورقه عافاك، غادي نحدد الاحداثيات ديال هادي والاحداثيات ديال هادي. امتى غادي نقول راه دابا بحال لا جاوبت؟ خاصني غير نحسب اللي وصل لهنا الاخوان، راه بحال لا جاوب. خاصك دابا غير نحسب، ما تحقرش راسك. خاصني الاحداثيات ديال اوميغا ام، ام اكس ايغريك زد ناقص 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 ديال اوميغا اللي هي 1 2 3، هادي هي الاوميغا ام. وخاصني الاحداثيات ديال هاد العجب. حنا ديجا عندنا ديال ا بي فيكتوريال ا سي اللي هي 0 4 3، ولكن الا لاحظتوا معايا ضربنا في تي، راه في المتجهه ملي كتضربها في تي كتضرب الاحداثيات ديالها في تي. ضربت شي متجهه في مليون، خصني نضرب الافصول في مليون، نضرب الارتب في مليون، نضرب الانسوب في مليون، وهكذا. صافي، غادي نديرو على شكل نظمه. كيفاش في الرياضيات ملي كيكونوا جوج متجهات متساويين، بمعنى الافصول ديال هذه كتساوي الافصول ديال هذه، الارتب ديال هذا الطرف كيساوي الارتب ديال الطرف، الانسوب ديال الطرف كيساوي الانسوب ديال الطرف، وكلشي عندك. شنو هو الافصول ديال هذه المتجهه اللي على اليمين؟ هي اكس ناقص 1 كتساوي لي المتجهه اللي على اليسار هو 0 تي. الافصول كتساوي لي الافصول ديال هذا الطرف، والو عادي ما تحقرش راسك. الارتب كيساوي لي الارتب ديال الطرف، وما تنساش ديال تي كتنتمي لاغ داك الشرط زعما. صافي، باش نقدروا نكتبوها بداك الشكل هما اللي بغاو، شنو غادي ندير؟ نعزلوا اكس واكريك وزيد، حتى شي مجهود ما درناه. ندي واحد لذاك الطرف، زيرو تي بشات، ندي جوج لذاك الطرف، ندي ثلاثة لذاك الطرف، وهكذا لقينا الجواب اللي بغاو. يلا اللي فهمي طبي 5 5. يلا نمشيو دابا للسؤال الموالي، راه بقاو لينا دابا غير شحال من سؤال، غير جوج. يلا الاخوان جوج الاسئله وسيروا نعسوا. السؤال الموالي صراحه حتى هما راه تعطاو في الوطني ديال العام اللي فات، ركزوا معايا. شنو قال لك؟ بين ان متلوت احداثيات النقطه اش تقاطع المستوى او المستقيم الضلتا والمستوى هي، بمعنى هاد اش شنو هي بالضبط؟ هي النقطة اللي كيتقطع فيها الضلتا مع المستوى. ناخذ داك الشكل اللي رسمت سابقا غير باش تفهموا شنو كنقصدوا بها. حيت ملي قال لك، شوف ملي قال لك راه المستقيم عمودي على المستوى، راه زعما راه كيقطع المستقيم المستوى. هاد النقطة هادي اللي كنقلبوا عليها، هادي اللي هي اش، صافي. هادي هي اش.
إذن باش تقدر تحدد النقطة فاش كيتقطع شي مستقيم مع شي مستوى، بلاتي نوريكم عاوتاني الشروط. هذا السؤال 3 بي صراحة غادي تحتاجوا هذا السؤال، عفاكم راه الأغلبية كيلقى فيه مشكل. يلا كلشي ركز معايا، ياك بغينا حنا التقاطع بيناش بين المستقيم الدلتا و المستوى اللي هي ديك النقطة اش زعما الإحداثية ديالها، كنحتاج جوج شروط. خاص يكون عندي تمثيل البارامتري ديال هاد الدلتا لقيناه سابقا، زائد وقيلة زائد 4 تي زائد 3 زائد 3 تي صافي، هاي تي تنتمي الى اخر. خاصني تمثيل البارامتري ديال المستقيم وخاصني المعادلة الديكارتية ديال المستوى. ثلاثة زيد زائد 8 تساوي 0. ها كتحطهم قدامك ياك، كتشوف فيهم وكيشوفوا فيك مزيان. يلا على بركة الله لا سوليسيون. الجواب عرفت شنو غادي دير؟ هو اسمعني مزيان، ياك انت عندك القيمه ديال اكس شحال كتساوي اكس كتساوي 1، وشحال كتساوي واي كتساوي هاد العجب، وشحال كتساوي زيد شحال كتساوي هاد العجب. بمعنى هاد اكس واي والزيد غادي تحطهم بلاصتهم في المعادله ديال المستوى، مفهوم؟ واخا اكس ما عنديش هنا كيستدنا في شي تمرين اخر راه تبان، المهم هنا ما كتبانش، يعني غادي تعوض واي بداك الشيء اللي كتساوي والزيد بداك الشيء اللي كتساوي. ولكن قبل ما تعوض كتب واحد الجمله، كتب اونبلاسمون نقوم بتعويض. المهم كل واحد كيعبر كيما بغى، مع انوي ماشي مشكل. انا غادي نقول ليه نعوض اكس و ايغريك و زيد في المعادله الديكارتيه، حيت صراحه خصك تكتب هذه الجمله الديكارتيه للمستوى ABC. فنحصل على ودير داكشي اللي غتحصل عليه 4 Y غادي نبدلها بداكشي اللي كتساويها زائد 3 Z غادي نبدلها بداكشي اللي كتساويها. راه كما قلت لكم الاخوان بالنسبه للاكس ما كتبانش ليا، كون كتبان ليا اكس في المعادله غادي نعوضها بواحد، ولكن تما ما كتبانش. زائد 8 كتساوي 0، يعني ماذا؟ انت الهدف ديالك هو تقلب على عندك واحد المجهول اللي هو تي، هو اللي غتقلب عليه دابا، كتعوض وكيبقى لك المجهول تي غتقلب عليه. زيد نشر ما تحقرش راسك. 8 زائد 16 تي زائد 9 زائد 9 تي زائد 8 كتساوي 0، يعني 8 زائد 9 زائد 8 كتساوي 25، 16 تي زائد 9 تي هي 25 تي تساوي 0. يعني بحال كتلقى الحل ديال المعادلة راه هي نيت هاد، دي 25 لذاك الطرف غتولي ناقص 25، يعني 25 غتقسمها غتعطيك تي كتساوي ناقص 25 على 25، ومنه شحال غادي تلقى في تي؟ غادي تلقى فيها ناقص 1، وحنا لقينا القيمة ديال تي، راه مازال ما ساليت. أشنو غادي دير دابا ملي كتلقى القيمة ديال تي؟ غتجي للتمثيل البارامتري ديال المستقيم غتعوض القيمة ديال تي، وها أنت لقيتي الأفصول ديال ديك النقطة فاش كيتلقى فاش كيتقطعوا، ها الأرتب ها الأنسب، حيت ما غيبقاش عندك تي، غيتعوضو غيكون لي عدد، صافي؟ إذا غادي في كتاب عاوتاني واحد الجملة، غتقول ليه نعوض، بلاتي هادشي مقلوب. نعوض تي بالعدد او لا بقيمتها، راه كما قلت لكم كل واحد يعبر كما بغى، بالعدد ناقص 1
في التمثيل البارامتري للمستقيم دلتا، فنحصل على ديما فنحصل على يلا الاخوان الى عوض انتم التمثيل البارامتري اكس بعدا راه كيساوي كيساوي واحد، هي ما كاينش تي زيد جوج زائد 4 او لا ناقص 4 حيت ناقص واحد في 4 هي ناقص 4 دونك تعطيك ناقص 2 تعطيك ناقص 2 3 في ناقص زائد ناقص 3 حيت هاد تي عفاك غتعوضها بناقص 1 كتعوضها بناقص 1 اذا شحال تعطيك تعطيك 0 ومنه ومنه شنو غدير غتعاود تكتب ليه هذا العجب كاين اللي ما عارفش شنو كيقصدوا بماتلوت احداثيات ماتلوت زعما الافصول الاورثو بالانسو ومنه ماتلوت احداثيات اش نقطة تقاطع الدلتا والمستوى ا بي سي هو واحد ناقص جوج زهر صافي هادشي اللي كاين الاخوان ياك الناس اللي كيقراو بالفرنسية عندكم كلشي عندكم التمارين بالفرنسية صافي لو تريبل دو كوردوني دو اش بوان دانتيرسيكسيون دو لا دروات دلتا اي لو بلون ا بي سي اي ان موان دو زيرو يلا اللي فهمي طبي سانك سيرك يلا بقى لينا اخر سؤال اخر سؤال اخر سؤال الاخوان الناس اللي تبعوا هذا اللايف هذا ملي غادي نسال ان شاء الله ولا غدا حاولوا تخدموا داك الوطني ديال 2022 اكيد غادي تزرب عليه حيت نفس الاسئله اللي فيه نفس ماشي غير هو اي وطني مشيتي ليه ولا اي سلسله شوف السؤال الاخير شنو طلبوا منا طلبوا منا باش نتحققوا ان هذه النقطه اش اللي لقيناها هي نقطه تماس لا سفير والبلون صافي يلا زيد نديرو عاوتاني الشروط نعطيك الشرط اولا الشروط اللي غتحتاج بعدا 3 جيم سي غادي نرسمو داك داك البلون هو هذا ا بي سي وقلنا سابقا ان الفلكه لا سفير واخا هادي ماشي لا سفير ان لا سفير اس وهذا البلون واحد ممس الاخر صافي الاخوان فين لقينا لقينا في هذا السؤال جوج بي قلنا بان المستوى ممس للفلكه بمعنى راك بحال عندك شي كره محطوطه فوق المستوى فوق شي ورقه يعني سي نورمال كيتلاقاو في هذه النقطه هذه كيتلاقاو في نقطه وحيده ممس في نقطة واحدة وهاد النقطة هي اش هي اش ولكن مازال ما عرفنا واش اش خصنا نبرهنوا عليها خصنا نبرهنوا عليها اذا باش تكون ديك النقطة اش هي فعلا ديك النقطة فاش كيتلاقاو خاصين ثلاثة الشروط شنو هما ثلاثة الشروط ايوا شوف معايا الاخوان شوفوا معايا اول حاجة خص تكون المسافة اوميغا اش كتساوي ليا الشعاع علاش حيت الا كانت كتساوي ليا الشعاع راه كنقصدوا بها ان هاد اش كتنتمي للبلون كتنتمي للبلون ثاني حاجه خاص تبين ان هاد اش كتنتمي للمستوى ا بي سي وثالث حاجه خاص تكون المسافه بين اوميغا والمستوى شحال خاصها تساوي الشعاع صافي
هذا بعدا راه درناه، هذا الشرط الاول درناه سابقا، لقينا بان هذه كتساوي الشعاع، داكشي علاش قلنا راه الفيل كما مثل للمستوى. ها بعدا هذا راه مشى، ها بعدا عرفنا بانهم كيتمسوا، ولكن بالضبط واش النقطه اش خصني ندير؟ هاد جوج شروط خصني ندير، هاد جوج شروط الاخوان ياك، هاد جوج شروط. يلا على بركه الله لنبين الشرط الاول، لنبين ان المسافه بين المركز وديك النقطه خاصها تساوي الشعاع. بسم الله. لدينا من هنا باش تعرفوا على كيفاش كنحسبوا المسافه بين جوج النقط، كتذكر الناس اللي ما حضروش معنا الحصص اللي قبل، المسافه بين جوج النقط سيدي كتساوي الجذر المربع الافصول ديال الاولى ناقص الافصول ديال الثانيه وسيدنان، زائد الارتب ناقص الارتب وسيدنان، زائد الانسوب ناقص الانسوب وسيدنان. هذه هي القاعده، وهنا كتلعب بالترتيب اللي بغيتي، راه واخا قلبتيهم ماشي مشكل حيت عندك وسيدنان، يعني ديك ناقص كتمشي. انا غادي ندير مثلا الافصول ديال اش ناقص الافصول ديال اوميغا، الا قلبتيهم راه نفس الجواب، حيت ديك ناقص كدير ديك اس 2 زيد، حتى هنا الا بغيتي تقلبهم ولا خليهم، المهم كتلعب ديما على هاد جوج النقط، ايغريك ديال اوميغا زيد ديال اش زيد ديال اوميغا. ها هي عطيتها لكم بصفه عامه باش الا طلبوها منك في شي تمارين للاخوان، ها هي الطريقه باش كنحسبوا المسافه بين جوج النقط. يلا زيد نحسبوا دابا. بالنسبه ل اكس اش يعني غادي نجيبوها، راه حددنا هي واحد اكس اوميغا حتى هي واحد، ايغريك اش هي ناقص جوج ناقص ايغريك اوميغا هي جوج، كلشي عندك. زيد اش هي زيرو ناقص زيد اوميغا هي ثلاثة، زيرو وستنان زائد 16، علاش؟ حيت ناقص 4 و 6 هي 16 كتمشي ناقص، ناقص 3 و 6 هي 9، إذا هاد العجبة هذا غادي يعطيك شحال؟ 25، و 25 كتساوي 5 وفعلا كتساوي الشعاع. ها بعدا الشرط الأول لقيناه، اللي فهم الإخوان الشرط الأول يطبي سان كسانك باش نديرو آخر شرط وحنا سالينا. مزيان، الشرط الثاني خصك تبين ان ديك النقطه اش كتنتمي للمستوى. لنبين مونترون ك اش كتنتمي للمستوى ا بي سي، وحنا غادي نساليو. شوف معايا، عندك المعادله الديكارتيه ديال المستوى هي هادي ياك، اشنو غادي دير؟ غادي تعوض اكس و ايغريك و زيد في المعادله ديال المستوى باش بالاحداثيات ديال اش، وخص النتيجه تساوي زيرو. صافي، الا كتساوي زيرو راه معنيتها ان اش كتنتمي للمستوى، الا ما كتساويش زيرو راه معنيتها ان هاد اش لا تنتمي للمستوى. مفهوم الاخوان؟ حيت سي نورمال، الا كانت كتنتمي للمستوى يعني كتحقق لي هاد المعادله. يلا غادي نشوفوا واش غتحقق لي المعادله ولا لا. غادي نقول ليه لدينا أربعة في إيغريك أش، يعني كنعوض دوك سميتو بأش، إكس دائما ما عنديش، ما عندي ما ندير بها، كتساوي راه ما غاديش ندير تساوي زيرو، راه مازال ما عرفنا، حيت إلا درت تساوي زيرو راه صافي بحال اعتبرتها كتنتمي، حنا مازال خصني نتأكد واش كتساوي نيت زيرو ولا لا. علاش؟ حيت المعادلة خصها تساوي زيرو في الأخر، أيا خصها تساوي زيرو باش نقولو هاد أش كاينة في المستوى كتنتمي. إذن بالنسبة للإحداثيات ديال إيكغيك دو أش كتساوي ناقص جوج في ديك ربعة هي ناقص ثمانية، إيه ثلاثة في زيرو حيت زيد أش كتساوي زيرو، بمعنى ثلاثة مضروبة في زيرو زائد ثمانية كتساوي ناقص ثمانية زائد ثمانية كتساوي زيرو، ومنه أش تنتمي إلى المستوى. كون عطاتني شي حاجة من غير زيرو غنقول ليه لا تنتمي للمستوى. ده شنو لقينا الاخوان؟ هذه بيناها، هذه بيناها،
هذه حسب السؤال السابق اصلا راه بيناها، كون ما حسبناش المسافه راه خصني نحسبها، غير جاب الله حسبتها في السؤال اللي قبل. وفي الاخير تقول لي اش هي نقطه اللي كيتمس فيها المستوى مع الفلكه، كتبها بالفرنسيه ولا باللونجلي ولا بالعربيه ولا بالدارجه اللي عجبك، هذاك هو الجواب. يلا اللي فهم ايطابي 5 سم. ونتمنى الاخوان تستفدوا صراحه من هذه الحصه، واللي فهم واللي استفد راه حشومه ما تحطش التقاشر في الكومونتير في التسجيل ديال هذا اللايف هذا، راه ملي كنشوف التقاشر راه كنجعر. والى اللقاء بعد لحظات غيتحط التسجيل ديال هذا اللايف.